مساءكم بكل خير متابعي طقس العرب في السعودية، نقدم لكم هذه النشرة الجوية التي سنتحدث فيها عن تفاصيل الحالة الجوية في عموم مناطق المملكة خلال الساعات القادمة بحول الله. نبدأ نشرتنا بالتوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال هذه الليلة، حيث تنشط الرياح المثيرة للأتربة والغبار 21 درجة مئوية كحرارة دنيا مع رياح معتدلة السرعة. ننتقل الآن إلى تفاصيل الحالة الجوية في باقي مناطق المملكة اليوم غد، حيث تشهد كاكا زخات رعدية من الأمطار 27-18 درجة مئوية مع العرض، طقس غالبا صافي 25-15، تبوك أيضا غالبا صافي 28-16. بالانتقال للمنطقة الغربية نبدأ بمدينة جدة، حيث تسود طقس صافي إلى أوي متفرقة 31-18 درجة مئوية، نفس الشيء في المدينة المنورة. أما مكة المكرمة طقس غالبا صافي 33-20 درجة مئوية. بالانتقال إلى المنطقة الجنوبية الغربية نبدأ مع مدينة أبها، حيث تشهد زخات رعدية من الأمطار، حيث تشهد عموم المرتفعات الجنوبية الغربية حالة من عدم الاستقرار الجوي، وتتكاثر الغيوم الركامية الرعدية خلال ساعات الظهيرة والعصر، وبالتالي تعطل زخات رعدية من الأمطار على مدينة أبها 24-17. أما جازان طقس غالبا صافي إلى غائم جزئي 30-28 درجة مئوية. بالانتقال إلى المنطقة الشرقية نبدأها بالدمام، زخات أمطار متوقعة يوم غد الاثنين 24-20 درجة مئوية، نفس الشيء في حفر الباطن 30-20. أما الإحساء أيضا فرصة لزخات من الأمطار 24-17. ننتقل الآن إلى المنطقة الوسطى نبدأ بالعاصمة الرياض، حيث تتأثر بحالة أيضا من عدم استقرار الجوي، وتعطل زخات من الأمطار في العاصمة الرياض خلال ساعات نهار يوم الاثنين 27-19 درجة مئوية، حائل طقس صافي إلى غيوم متفرقة 25-16. أما القصيم غيوم متفرقة 27-17. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، إلى اللقاء.